بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام هو أبو الحسن علي بن موسى ابن جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام، وهو ثامن أئمة أهل البيت. ولد في 11 من ذي القعدة سنة 148 للهجرة، وقيل سنة 153 للهجرة، وأما وفاته في 17 صفر من سنة 203 للهجرة في ملك المأمون العباسي، وعمره 55 سنة، ودفن بمدينة طوس، وقد نص عليه أبوه بالإمامة، وكان عليه السلام أفضل الناس في زمانه، وعلمهم أتقاهم، وأزهرهم وأعبدهم وأكرمهم وأحلمهم وأحسنهم أخلاقا، وكان يجلس في حرم النبي صلى الله عليه وآله في الروضة، والعلماء في المسجد، فإذا عي أحد منهم عن مسألة أشاروا إليه بأجمعهم وبعثوا إليه بالمسائل فيجيب عنها. وقد جمع له المأمون جماعة من الفقهاء في مجالس متعددة فيناظرهم ويغلبهم حتى أقر علماء زمانه له بالفضل. وكان والده الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يقول لبنيه وأهل بيته: هذا عالم آل محمد. وقد جمع بعض أصحابه 15,000 مسألة من المسائل التي سئل عنها الرضا عليه السلام وأجاب عنها. ولما وصل نيسابور عند ذهابه إلى الحجاز من الحجاز إلى مرو عاصمة خراسان، التمس منه أهالي نيسابور أن يحدثهم، فأخرج رأسه من القبة التي كان راكما فيها، فقال عليه السلام: حدثني أبي موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين عن أبيه الحسين عن أبيه أمير المؤمنين عن جبرائيل عن ميكائيل عن اللوح عن القلم عن الله عز وجل. ولاية علي بن أبي طالب حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. وهذا الحديث يسمى حديث سلسلة الذهب. ومن مكارم أخلاقه عليه السلام أنه ما جفى أحدا بكلامه، ولا قطع على أحد كلامه، وما رد أحدا بحاجة يقدر عليها، ولا مد رجله بين يدي جليسه، ولا شتم أحدا من مواليه ومماليكه وخدمه. وكان إذا نصب مائلته أجلس عليها مواليه وخدمه حتى البواب والسائل. وكان يقول لخدمه: إذا قمت على رؤوسكم وأنتم تأكلون فلا تقوموا حتى تفرغوا. وكان المعاصر له من الخلفاء بني العباس المأمون الذي جعل الإمام الرضا عليه السلام وليا لعهده، مكرا حتى بلغ حدود التهديد بالقتل، وعرف الناس منه ذلك حيث كان كارها لعلمه بأن المأمون لم يكن جادا في كل ما يتظاهر به من الحب والولاء والعطف على العلويين، بل كان يتستر بذلك ليحصل على مكاسب يستفيد منها هو وأسرته وتوفر لهم الأمن والاستقرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.